السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم على واحد الحديقة موجودة في رويبة، في مدينة رويبة، وهي يعني حقيقة من أجمل الحدائق اللي شفتها يعني في الجزائر. وللأسف للأسف الشديد مغلقة مغلقة، والله أمور غريبة تحدث في بلادنا. يعني مع واحد المسؤولين يعني ما عندهمش روح يعني الرأفة والمحبة لهذا الشعب، لا يكون أي محبة ولا شفقة تجاه هذا الشعب. واحد المسؤولين والله يحيروا. الحديقة هذه موجودة في قلب رويبة، وهي جميلة جدا. نشاهد هنا الصور هنا تاع الحديقة هنا، وانا هنا راني حطيت الكاميرا، دخلتها من الباب وراني نصور، يعني راني عند الباب ما نقدرش ندخل، هي الحديقة مغلقة. وانا نشوف الباب تاع الحديقة هنا مغلقة، شوفوا السياج كيفه، مغلقة في وجه الجمهور، مغلقة في وجه الشعب. وهنا جزء من الحديقة، وهذا الجزء هذا يمثل يا ربما 10 أو 20% من المساحة الكاملة تاع الحديقة. هذا الجزء مفتوح ما يقدروش يغلقوه، هنا مفتوح لأنه ما يقدروش يغلقوه. كي في الطرقات كاين طرقات وكاين محلات تجارية وكاين بنوك وكاين أشياء ما يقدروش يغلقوه، لكن الجزء الأكبر من الحديقة للأسف هو مغلق في وجه الشعب تاع رويبة. الله يهدي مخلوق. السلام عليكم.